الكذب في نقل الأخبار وإشاعتها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا الطويل الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعذب فيقطع من منخره إلى قفاه ويقطع من فمه إلى قفاه فيشرشر. لما سأل النبي الملائكة عن هذا فقالوا يا رسول الله إنه الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعني يقوم بنشر الشائعات والكذب بين الناس.